الاتحادية الطائرات المسيرة نستخدمها حاليا بالجانب الأيمن لمدينة الموصل تحرير الجانب الأيمن. هذه الطائرات قمنا بتحويرها بقنابل محلية الصنع نوع مغنايتين 40 ملم. هاي الطائرات احنا نسميها بمصطلحاتنا العسكرية أبابيل الاتحادية التي أرهبت الإرهابيين وقيدت من حركتهم. هذه الطائرات تحمل نوعين من القنابل عدد 2 أو أكثر إلى حد 4 حسب الأماكن لمعالجتها.